المكملات الغذائيه من خلال مجموعه من التعاليق ديالكم اللي توصلت بها في الفيديو السابق، ومن خلال مجموعه من الرسائل اللي توصلت فيها في الانستغرام وفي الفيسبوك ديالي، كلهم كيتكلموا اكثريه على المكملات الغذائيه. ومن بين هذه الاسئله، اولا ما هي المكملات الغذائيه، ثانيا دور واهميه المكملات الغذائيه، وثالث حاجه غادي نتكلم عليها ما هي سلبيات وأضرار المكملات الغذائية. وللإجابة على كل الأسئلة استطرقت باش ندير سلسلة خاصة بالمكملات الغذائية من خلال تجربة تاعي الخاصة بالمكملات الغذائية، ومن خلال أبحاث علمية دقيقة خاصة بهذا المجال. وفي هذه السلسلة إخوان غادي نتطرق باش نجاوب على كل أسئلة نتاعكم وعلى كل مكمل سألتوني عليه بطريقة دقيقة، على كيفية استعمال ديال المكمل، وشكون اللي خصو يستعمل داك المكمل، وشكون الناس اللي ما خصهمش يستعملوا داك المكمل. اول حاجه خصنا نعرفوها على المكملات الغذائيه، شنو هي المكملات الغذائيه؟ هي عباره عن مستحضرات تغذويه هدفها تلبيه النظام الغذائي لكل شخص رياضي، من فيتامينات، من املاح معدنيه، من الياف غذائيه، من بروتينات، من كربوهيدرات، والعديد من الاشياء. ومن خلال الاسم ديالها هي عباره عن مكمل، اذا الدور ديالو تكميل. الاساس من ذلك هو الغذاء، الغذاء ديالك يكون نظام غذائي جيد، والهدف ديال المكمل هو تكميل النظام الغذائي، حيث كل انسان صعب باش يوفر الحاجيات ديال الجسم ديالو، لذلك كنلتجئوا باش ناخذ المكملات الغذائيه لسلبيه النقص اللي عندنا في التغذيه نتاعنا. مثلا شخص ممكن ياخذ الحوت، إذن غيكون عندهم نظام غذائي ناقص من الأوميغا 3، كي ياخذ أوميغا 3، هذا من بين الأسباب اللي كتجعل الإنسان باش ياخذ المكملات الغذائية. مثال ثاني، شخص عنده خصو يوفر 5 وجبات ولا 6 وجبات في اليوم باش يوفر ذاك النظام الغذائي يكون كامل، وتيكون من الصعب عليه باش يوفر ذاك 5 وجبات، اذا كياخذ مكمل غذائي باش كيوفر ديك لتلبيه النقص اللي كاين في النظام الغذائي ديال الشخص. اول حاجه خصنا نفهموها الاخوان هو المكمل الهدف ديالو هو التكميل، هو هدف تكميلي فقط، كيكمل لنا النقص الغذائي ديالنا اللي هو من الصعب باش نوفره من الاكل فقط، حيت كاين شي اشياء ما يمكنناش نوفروها بنسبة كبيرة في الأكل، كنلتجئو باش ناخدو بعض المكملات باش نوفروها في النظام الغذائي ديالنا. ومن بين الأسئلة اللي كتطرح عليا بزاف، إلا خديت هاد المكمل شحال الوقت باش يبان فيا؟ إخوان، مسألة الوقت كتعلق بليك أنت، أنت كيف داير النظام الغذائي ديالك؟ أول حاجة، كيف داير التمرين ديالك؟ كيف داير النوم ديالك؟ اخر حاجه كيجي هو المكمل. المكمل ماشي شيء سحري غادي تاخذو غادي تولي بحال كتشوف الابطال في الفيديوهات، كتشوف المسابقات الدوليه، غادي تاخذ مكمل غادي تولي بطل. مكمل فقط كيكمل لك النقص في الغذاء ديالك، مساله نتاع الوقت كتخصك انت والانضباط نتاعك. ومن بين النصائح لاي شخص اللي باغي ياخذ مكمل غذائي، اول حاجه خصو يعرف علاش غادي ياخذ هذا المكمل الغذائي، شنو النقص اللي عنده باش ياخذ هذا المكمل الغذائي، وشنو الهدف ديالو باش ياخذ هذا المكمل الغذائي، لان كل مكمل غذائي كيختلف على مكمل ثاني، وكل مكمل غذائي كيناسب شخص
على حسب الهدف ديالو، وعلى حسب نوعية الجسم ديالو، وعلى حسب طبيعة الجسم ديالو. لذلك الإخوان، أي واحد بغى ياخد مكمل خصو يكون عارف علاش غادي ياخدو. وما تنساوش في التعليقات ديالكم يمكن لكم تنزلوا صور ديالكم ولا تبعتولي في الفيسبوك ولا في الانستغرام وتسولوني على شنو نوع المكمل الغذائي، وغنحاول نجاوب على مجموعة ديال الرسائل ديالكم كاملة ان شاء الله. اخر حاجة غادي نتكلم عليها في الفيديو ديالي هو السلبيات والاضرار ديال المكملات الغذائية. من خلال مجموعة من البحوث ما كاين حتى ضرر بالمكمل الغذائي للانسان العادي، ما عدا الانسان اللي عنده مرض في الكلى ديالو ولا الكبد، اللي كاين بعض المكملات ما يمكنلوش يستعملهم، وهذا الشيء غادي نتطرق عليه في الفيديوهات الجديده اللي غادي نتكلم عليها على كل مكمل، وشكون هما الاشخاص اللي خصهم ياخذوا المكمل، وشكون هما الاشخاص اللي ما خصهمش ياخذوا هذه المكمل هذا. وثاني حاجه، كاينين شي ناس عندهم حساسيه من الحليب، اذا مكملات غذائيه الاغلبيه ديالها كتكون مستحضره ومستخلصه من الحليب ومن البيض. لذلك يمكن له ياخذ بعض المكملات، مثلا المكملات النباتيه، مكملات غادي نتكلم عليهم في فيديوهات جديده ان شاء الله. ما بغيتش نطول عليكم الاخوان، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا شويه. ما تنساوناش بالتعليقات ديالكم والاسئله ديالكم، وشو المكمل اللي بغيتوا نتكلم عليه في الفيديو الجاي. ما تنساوناش بالاعجاب وسبسكرايب ومشاركه الفيديو مع جميع الاصدقاء ديالك لتعم الفائده، وشكرا. السلام عليكم. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star.